قحطان؟ لماذا محمد قحطان؟ يمضي سؤال الاعتقال دون إجابة أو تفسير سوى لأنه محمد قحطان. هكذا ربما تشفع الحيرة غياب الإجابة، ودون ذلك تبرز إرادة الانقلاب كامنة في استبدال صوت السياسة بالحرب، فكان اعتقال الرجل. كانت هذه المهمة من أول ما قام به الانقلابيون بعد إعلان الحرب في 22 مارس 2015. كان قحطان والعمل السياسي يسيران جنبا إلى جنب في بلد عاش متغيرات كبيرة منذ ثورة الشباب وما تلاها من أحداث. خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني كان يمثل الرجل شوكة الميزان للعملية السياسية، فقد كان يحظى بقبول واسع من جميع القوى السياسية بمن فيهم خصومه الموضوعيون. اعتقل قبل عامين، وكان اعتقاله على وجه التحديد مؤشر رغبة في الانتقام من قبل المخلوع صالح شخصيا لتصفية حسابات من 2011 يعرفها جميع اليمنيون. أقارب قحطان لم يألوا جهدا في محاولة استنهاض ضمير الانقلابيين للمطالبة بالإفراج عن الرجل الستيني أو حتى السماح لهم بزيارته كما تكفل كل القوانين. فشل هؤلاء الأطفال في مهمتهم، وقالت أعينهم مقهورة: لقد أسمعت لو ناديت حيا. مواقف المنظمات الدولية التي كان قحطان يستقبل مندوبيها في منزله كانت مخيبة لآمال أهله ومحبيه، فلا بيانات حقوقية تطالب بالإفراج عنه، ولا ضغوط دولية حتى لمعرفة مكانه وظروف إخفائه، إذ يفرض طرف الانقلاب تكتما صارما على ملفه ويتبادلون الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الجريمة. محمد قحطان أحد الخمسة المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن، والذي طالب الانقلابيين بالإفراج الفوري عنهم دون اتخاذ خطوة تالية تعزز تنفيذ القرار. براغماتية قحطان واعتزازه بالهوية اليمنية جعلته من أكثر السياسيين وصولاً وأكثرهم خطورة على خصومه من أنصار المشروع السلالي والعائلي، وحيث لا يراد لمثل هؤلاء القامات أن يكون لها دور محوري، يتعمد الانقلابيون إخفاء من يمكن أن يحدث فارقاً في معركة اليوم، والبداية بقحطان.